لفتت انتباهي يعني، قلت ادردش معاكم في السهره، ان نادي بيراميدز قدم عبد الرحمن مجدي بطريقه غريبه جدا. طبعا كلنا عارفين الشاب اللي مكسر الدنيا ومطرب المهرجانات توليت. طبعا توليت مشاهداته بالملايين، يعني يمكن انا المنافس الوحيد لتوليت. يعني توليت عمل كام يا محمد؟ 10 مليون، عامل 10 مليون يا توليت. انا من غير قناع ولا اي حاجة اهو، وعامل 100 مليون في اسبوع، 100 مليون مشاهدة. ولا حطيت قناع ولا لبست قناع ولا رحت ولا جيت، وانا عارفك، خلي بالك انا الوحيد في مصر اللي عارف مين توليت يا محمد يا صلاح. انا الوحيد في مصر اللي عارف مين توليت، بس طبعا احترم انه مش عايز يعلن. وبعد كده يا عم توليت ضحكت على الناس وقلت لهم اعلن عن نفسي في العالمين، والعيال اصحابي خدوا باتهم وراحوا على العالمين وقطعوا تذاكر وغرموا وناموا واكلوا وشربوا وراحوا لك يا عم، وفي الاخر ما رضيتش تقلع القناع. طب انا عارفك بقى، انا عارفك مين انت يا توليت، اوعى تفكرني ان انا مش عارفك، انا الوحيد في مصر اللي عارفك يا توليت. المهم توليت ده النهارده يا جماعه قصف جبهه بيراميدز، او والله قصف جبهه بيراميدز. لقيت الواد محمد عبد الناصر بيقول لي الحق ايه، قال لي صديقنا المحترم احمد ناجي، اليوتيوبر احمد ناجي، انا بقول صديقنا يعني باعتبار ان انا بتابعه وحد شاطر وموهوب وعجبني جدا يعني بصراحة، يعني بيعمل فيديوهات على التيك توك سريعة كده بتعجبني بصراحة. فالمهم احمد ناجي فاجأنا عشان اديله حقه، قال لك الحقه يا جماعة، توليت قصف جبهة بيراميدز. يا ابو حميد، قال لك بيراميدز، قال لك على طريق التوليت انتظروا الصفقة المرتقبة. واحنا كنا عارفين انه عبد الرحمن مجدي يعني مش عايز فكاكة، حتى اللي بيفكر دماغه مخرومة. المهم خد الفكرة، لبس قناع وانتظروا، وفي الاخر بوم راح طلعنا بعبد الرحمن مجدي. الكلام ده احمد ناجي قال لك ايه؟ قال لك ما عجبش توليت. توليت راح مولع الدنيا بقى، قال لا بقى، انا هنا في يا جماعه، اوعى اذا كنت انت بيراميدز فانا توليت، واقول لك انا مين في يا ممدوح عيد. وقال لك انا قاضي بيراميدز لانهم سرقوا فكرتي، ودي حق ابتكار ليا، وما ينفعك حد يسرق افكاري. بصراحه توليت دخل نفوخي بقى، وراح قال لهم على فكره انا اهلاوي والاهلي فوق الجميع، ودق يا مزكت حسب الله. طبعا ايه، راحوا حاذفين الفيديو في ثانيه، لان قال له عوضكم تعوض بالملايين. طب لما تعمل فكره اعمل فكره من ابتكارك، مش روح تسرق حاجة الراجل، شكلك وحش وانت بتحذف الفيديو، صعب عليا والله. وبعد كده عبد الرحمن مجدي، امال لما تجيب ميسي تلبس وياه، تلبس الرجل الحديدي يعني. خليني بس اسمعكم احمد ناجي، لان احمد ناجي بصراحه عجبني جدا 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 جدا. وتوليت قصف جبهه بيراميدز اهو. توليت على نادي بيراميدز؟ ما شفتش. تعالى نادي بيراميدز نازل الصوره دي على صفحته وكاتب تحتيها اتس نيفر تو ليت، وجايب لعيب بيلبسه زي توليت وراح يمضي مع بيراميدز، وطلع اللعيب ده هو عبد الرحمن مجدي اللي جايبينه من الاسماعيلي. بس توليت اتضايق وكاتب مين اداكوا الاذن بالكلام ده، واخد الاجراءات القانونيه لو الحاجات دي ما اتمسحتش. كاتب في الاخر الاهلي فوق الجميع، واحنا اه لجد دلوقتي مش عارفين مين هو توليت، بس عرفنا خلاص ان هو اهلاوي. مية مية يا هادي يا ناجي، شفت انت؟ والله العظيم عجبتني قوي، عجبتني قوي. الواد طقم لهم، الواد طقم لهم يا جماعه، الواد طقم لهم.
والله العظيم طقم لهم. قال لك فيه وعجبني احمد ناجي. قال لك ايوه ما عرفناك من السبق مو عبد الرحمن مجدي. ما كانش لسه يعني طلعوا الصور، حذفوا الفيديو. هوا اهو للي عايز يسمعه مره تانيه اهو. نالي بيراميدز نازل الصوره دي على صفحته وكاتب تحتيها اتس نيفر تو ليت، وجايب لعيب ملبسه زي تو ليت وراح يمضي مع بيراميدز، وطلع اللعيب ده هو عبد الرحمن مجدي اللي جايبينه من الاسماعيلي. بس تو ليت اتضايق وكاتب مين اداك الاذن بالكلام ده واخد الاجراءات القانونيه لو الحاجات دي ما اتمسحتش، وكاتب في الاخر الاهلي فوق الجميع. هو احنا اه لجد دلوقتي مش عارفين مين هو تو ليت، بس عرفنا خلاص ان هو اهلاوي. وطبعا شكلهم في بيراميدز كان وحش قوي يعني، وحصل ايه يعني مش عايز اقول لك، مشكله كبيره. راحوا شايلين الفيديو في دقايق، لانه قال لهم التعويض ملايين ملايين. وهو يعني حتى لا يزعل احد عندما ننتقده، يعني دايما وابدا فكر ان تكون الفكره فكرتك، ما تسرقش افكار حد. انا مش بتكلم هنا عن بيراميدز، يعني اي حد يا جماعه، اي حد في الدنيا عايز ينجح لازم يجتهد ولازم يفكر، وبلاش نسرق افكار بعضينا. يعني النهارده شكلك ايه وانت بتحذف الفيديو؟ طب ما كلنا عارفين انه عبد الرحمن مجدي. هو انت يعني هتفتي ولا هتفت؟ يعني حاجه بصراحه يعني ما عجبتنيش، يعني حاجه كده ما عجبتنيش. ويجي ممدوح عيد يقول لك ايه؟ يقول لك انا اصغر رئيس نادي خد بطوله. طبعا احنا احتفلنا بفوز بيراميدز بالكاس وهذا حقهم، لان لازم ندي كل واحد حقه بما يرضي الله. ولكن يقول لك مش واخد حقي يا عم. انت يوم ما طلعت في قناه في الامارات، طب وفي نفس الوقت عندك الدنيا واقعه مع الاعلام وانت عارف ده كويس، واللي بيختلف معاك او ينتقدك بتسلط الناس او ناس من عندك بتتبرع انها هي تهاجمه وتشتمه وتتهمه في عرضه وفي اسمه وفي سمعته. ما فيش حد هيتكلم عليك طبعا الا الناس اللي شغاله عندك وهذا حقهم. يعني اتمنى ان يبقى في تحقيق في ده، حذفك للفيديو خوفا من التعويض وخوفا من الكلمه اللي قالها توليت كان دليل على انك انت عندك مشكله لازم تراجعها وترجعها كويس جدا. بصراحه بيصعب عليا بيراميدز يا جماعه، كل يوم والتاني يعني تحصل حاجه والدنيا تبقى مش مظبوطه. اه والله كل يوم والتاني تحصل حاجه كده تخلي شكلهم مش مظبوط، كل يوم والتاني اهو، ولا حد اتدخل ولا حد عمل حاجه. وبعد كده يا عمي اصغر رئيس نادي يحصل على بطوله؟ يعني هو احنا عندنا تاريخ في مصر؟ يعني ما جبت منين؟ ما يمكن يكون في اصغر منك من قبل احنا ما نتولد. حاجه غريبه يعني. اخدكم للكلام المنتظر، النهارده عندنا موضوعات مهمه جدا.